صحة وسعادة. صباح الخير على أجمل المستمعين، وصباح النور والإشراق على إماراتنا أغلى وطن. صباح الخير ومرحبا فيكم في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. في البداية حابة أشكر جميع اللي يستمعونا وأيضا الطاقم المتكامل الموجودين معانا في إذاعة نور دبي، من التنسيق الأخ أحمد سلامة، من الإخراج والقواسمة، معكم محدثتكم دكتورة سارة الدلال. نحب بعد نذكركم بأرقام التواصل على 600-551-414 وعلى 4006. اليوم عندنا خبر، خلنا نبتدي بخبر عن يمكن من الصبح، يعني مش خبر بيكون جميل بس مهم جدا، وهي خبر حذرت منه مؤسسة الكبد البريطانية إن رائحة الفم الكريهة قد تشير إلى الإصابة بأمراض كثيرة ومنها أمراض الكبد، أو بشكل مختص بمرض خطير في الكبد. وأشير الأطباء إلى أن الأشخاص الذين يتبعون نظام أو نمط حياة غير صحي يمكن أن تظهر لديهم مشكلات في الكبد، لأن تراكم الدهون في الكبد يؤدي إلى حدوث التهابات تتطور إلى تليفه أو تشمعه. في مثل هالحالات يمكن أن يصبح التنفس مزعجا، ويحذر أن الشخص يكون عنده مثلا مشكلة في الكبد لا سمح الله. ويقول الخبراء عندما تظهر رائحة قوية أو رائحة قوية كريهة في عملية التنفس قد تكون إشارة إلى أن الكبد لا يقوم بوظيفته بتصفية المواد السامة، وهذا يحصل عند إصابته بمرض خطير. وفقا للأطباء تظهر هذه الرائحة عادة عند قصور الكبد وتندب أنسجته، مما يؤدي إلى ظهور رائحة كريهة في أنفاس الشخص المصاب. مع هالخبر بننتقل إلى فقرتنا المميزة وإلى الأخت والأستاذة اسم الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي بالإنابة عشان تحدثنا بآخر المستجدات من وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير الأستاذة أسمة. صبحكم الله بالنور وعليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور الدبي. صباح النور. ناخذنا جولة في قنوات التواصل الاجتماعي. من ضمن الأشياء اللي كانت موجودة أول سويناها يوم أمس كان حملة دمي لوطني، وهي حملة مستمرة، والفريق يقوم بالتو من مكان لمكان، ولنا أكثر من مرة تواجد في القرية العالمية بجانب المسرح الرئيسي. هاي حفلة تبرع بالدم في القرية العالمية كانت موجودة يوم أمس، ونشكر كل الأشخاص اللي يو تبرعوا بدمهم اللي كانوا موجودين في القرية العالمية. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نحب نذكر فيها إن ما باقي شيء ليتم إغلاق باب تقديم أي أفكار اللي فيها تثون مستقبل الصحة، اللي هو من 11 إلى 25 فبراير، وتقريبا باقي لنا أيام قليلة، فاللي حاب يقدم فكرته يقدر يقدمها على 3 أيام. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت مجموعة من الأسئلة اللي وصلتنا حول تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 سنة، يمكن حجز الموعد من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي أو من خلال خدمة الواتساب. كل اللي عليهم أنهم يعني يحفظون رقم 8342 في قائمة الاطفال، ومن بعدها يكتبون كلمة هاي على الدردشة، راح تطلع لهم كل الخدمات، مو بس خدمات التطعيم، جميع الخدمات الموجودة في تطبيق الواتساب. ونختمها برسالتنا اليوم ورسالتنا الصباحية، تقول: هل جربت أن تجعل مهامك في التقويم الإلكتروني؟ جربها، قد تكون طريقة مناسبة لك لتخطيط وقتك ويومك. بعض الأشخاص كانوا يحطون تجاربهم في أنهم يحطون
مهامهم في الكالندر اللي موجود في الهاتف أو في اللابتوب أو الكمبيوتر. فوجود إنه هذا يعني يحددون الوقت المناسب للمهمة المناسبة ويشتغلون عليها. فهل جربتوا هذا الشيء؟ هالسؤال حطينا لمتابعينا اليوم، ونتمنى إنهم يجاوبونها، يمكن تفيدهم يمكن لا، يمكن هي يمكن تكون هاي الطريقة الأنسب لتنظيم وقتهم. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى لكم الصحة والسعادة. نشكرك الأستاذة أسماء. طبعا أنا على التقويم وعلى التقويم الإلكتروني اللي موجودة في مثلا في الهواتف أو حتى في الآيبادز أو اللوائح المحمولة هاي الإلكترونية، مهمة جدا لبعض الأشخاص، وفي ناس ممكن أنا وحدة منهم لحد الحين عندي أو عندي أجندة خاصة فيه بس أكتبها كتابيا. فنحن نتمنى للجميع التخطيط المناسب، ويمكن يسهل عليهم الأمور سواء كانت إلكترونيا أو حتى التخطيط عن طريق المسبق اللي يكون من ناحية أن مثلا تكتبونه في أجندة أو في دفتر معين، فيكون جميل. ناخذ فاصل قصير وإن شاء الله بنرجع لكم بعد الفاصل، بس بنتكلم عن الكركم بعد الفاصل. فاصل قصير ونرجع لكم إن شاء الله. صحة وسعادة. برنامجكم المميز برنامج صحة وسعادة رجع لكم مرة ثانية. برنامج صحة وسعادة تقدمه هيئة الصحة بدبي مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. نحب نذكركم بأرقام التواصل، وأنا حابة بعد أيضا أني أشوف كيف تفاعل المستمعين اليوم على موضوعنا التغذوي اللي بيكون عن الكركم. أرقام التواصل بتكون على 6005514114، وعلى الرسائل النصية 4006. ما يخفيكم أنا أتكلم عن نفسي شخصيا، عندي في البيت الكركم شيء أساسي، بس اليوم بنتكلم عن فوائد الكركم بطريقة أكثر. في شعوب معينة، وأصلا من الطب القديم نفسه إلى اليوم الحالي، الكركم يمثل أنه يكون محور تام في معظم الأكلات الشعبية أيضا، خاصة عند العلماء والأطباء صار عندهم فضول يشوفون مدى الكركم وكيف هذا الكركم يكون عنده فوائد صحية متعددة. عشان نأخذ أكثر أو نغطي موضوع الكركم وفوائد الكركم، يسعدني أن نستضيف الأستاذة ثريا عوض التميمي، اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، عشان تحدثنا أكثر عن هذا أو التوابل، نوع من التوابل. صباح الخير الأستاذة ثريا. صباح النور والسرور دكتورة، يا حياك الله. الله يحييك أستاذة ثريا. أتوقع يعني موضوع الكركم وكل حد يمكن منتظر يسمع عن الكركم، لو تحدثينا شو يعني الكركم أو وين ممكن نشوفه، وكيف يعني صارت البحوث أو الأطباء أو المتخصصين ينظرون لهذا النوع من التوابل. أول شيء صبح عليكم جميعا وصبح على المستمعين. الكركم هو عبارة عن نبات عشبي معمر من فصيلة زنجبيلية، يعني من أهل الزنجبيل. يسمى الكركم أو يسمى الورث مثل ما نحن نعرفه شعبيا. هو موطن الأصلي في جنوب غرب الهند، وتكمن أهميته في وجود عنصر نشط فيه يسمى الكركمين. يستخدم طازج، ويستخدم أيضا مطحون على هيئة بودرة مثل ما تفضلتي، كنوع من أنواع التوابل في المطبخ. قيمته الغذائية 6 جرام منه يحتوي على 24 سعرة حرارية، و 4.4 جرام من الكربوهيدرات، و5.5 من البروتين، 1.4 جرام من الألياف، كما أنه يحتوي على فيتامينات عدة مثل فيتامين سي، فيتامين إي، فيتامين كي،
وأيضا يحتوي على معادن عدة وأملاح مثل الصوديوم والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم والزنك. أجريت أكيد البحوث عليه لأهميته ووجود مثل ما قلت عنصر الكركمين اللي موجود فيه. في البحوث اتضح أن أوردي له فائدة عظيمة جدا في حياتنا، مثل ما تفضلتي دكتورة سابقا، يعني موجود هذا الكركم أول شيء كان في تجهيزات أو في طقوس العروس مثل ما عندنا هنا في عاداتنا وتقاليدنا، وللحين موجود في بعض في بعض العوائل للحين مستمرين على هذه الطقوس. نعم، يحطون الورث على الوجه، يسمون الورث هو يحطونه على الوجه، وجه العروس يحطونه على شعرها، لأنه يساهم أصلا في يعزز من صحة البشرة وجمالها، ويساهم في توحيد لون البشرة وتنقيتها، وأيضا يقلل حب الشباب ويكافح أيضا علامات تقدم السن والتجاعيد. لذلك هو يدخل في معظم المستحضرات اللي مستحضرات العناية بالبشرة والتجميل. أيضا هو بما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الالتهابات، لذلك هو يساهم في علاج بعض الأمراض الجلدية والالتهابات الجلدية، يقوي المناعة، وأيضا مفيد في التهابات المفاصل، مسكن، يعتبر مسكن للآلام، يساهم في تقليل التهابات الصدر المصاحبة لنوبات الربو، وأيضا يساهم في تقليل نزلات البرد والإنفلونزا، عشان شيء نحن حين دارت أن الكل يأخذ الكركم في هالفترة خصوصا. يعتبر طبعا مطهر للجروح نظرا لاحتوائه على مضادات عالية في مضادات البكتيريا والجراثيم، يساهم في التئام الجروح والحروق. طبعا مثل ما تفضلتي دكتورة موجود عندنا في المطبخ، فأمهاتنا كانوا يحطون على الجروح أيضا وعلى الحروق وعلى الكدمات أيضا، أو حتى في تجبير الكسور دكتورتنا أستاذتنا. صح صح، حتى الميبرات يكون هذا شيء أساسي عندهم. وإعادة أيضا تشكيل الجلد التالف بالنسبة للحروق. عندنا في نزول الوزن، وهذا الأهم اللي بنتكلم فيه، يساهم أيضا في نزول الوزن من خلال تحفيز المرارة لإفراز العصارة الصفراء، وإحنا نعرف أن العصارة الصفراء لها دور كبير في هضم الدهون، لذلك يساهم في هضم الدهون في شيء بشكل أسرع، وبالتالي يساعد على تخفيف الوزن وحرق الدهون، وأيضا يخفف الانتفاخات والغازات في بالنسبة للجهاز الهضمي، ويحسن أيضا الجهاز الهضمي. شكرا استاذتنا. يعني الحين لو يعني لو نشوف ان فوائد عظيمه، يعني في من الجلد الى التجبير الى تطهير الى ايضا تخفيض الوزن. نعم. يمكن يعني الفتره الاخيره خلنا نقول كل الناس قاموا يهبون يحطون الكركم في اشياء معينه، يمكن في مشروبات داخل يعني تكون ساخنه مثلا. نعم. مثل اللاتيه كركم، ما ادري اذا سمعتي عنه استاذتنا. فشو ممكن تقولي لنا، هل ممكن الاستفاده مثلا ان ناخذ لاتيه كركم مثلا عشان يكون عندنا الاستفاده الكامله من هذا النوع من التوابل او الاعشاب، أو كيف ممكن يعني بشكل عام كيف ممكن الاستفادة من هذا من هذه التوابل، سواء كانت يعني بشكل بودر أو إلى آخره؟ نعم نعم دكتورة، مثل ما أنت ذكرتي وجوده في المشروبات، طبعا هذا يعتبر هو نوع من أنواع التوابل اللي هو الدارج، ممكن نحن نضيفه للغذاء كبودرة، ناس يضيفونه إلى العيش، ناس يضيفونه مثل ما تفضلتي إذا بعض المأكولات، فممكن نحن نستفيد منه. أنا بس بعطي نقطة أن نحن احتياجنا اليومي من الكركم من 5 ميلي جرام إلى من 500 ميلي جرام إلى تقريبا 2500 ميلي جرام، اللي معادل 2.5 جرام، فممكن هذه الكمية اللي بتعادل تقريبا ملعقة طعام صغيرة نقدر نحن نضيفها في وجباتنا كبودرة. إذا قلنا إحنا في المشروبات، طبعا بالعكس وجودها في المشروبات جميل جدا، طبعا اللي هو لاتيه الكركم يحتوي على 89 تقريبا سعرة حرارية، ويحتوي على الكربوهيدرات تقريبا 9 جرام بس إحنا لازم، ويحتوي على الفات بعد تقريبا أيضا 9 جرام، فممكن إحنا إذا حضرنا لاتيه الكركم ممكن إحنا ناخذ الحليب يكون قليل الدسم، نستغني عن إضافة السكر ونستخدم البدائل، بالعكس هذا شيء طيب، ونحن أيام زمان يحطوا لنا إياه في الحليب أصلا،
في الحليب أصلاً إحنا خاصة في نشرب. هالفترة من الـ يعني نعم في فترة البدء البرد قصدي. أكيد، وحتى نقدر نضيفه مع الروب، في ناس يحطونه ويا خاشوقة عسل، فهاي الأشياء كلها الطريقة الحين حتى حاليا بتحصلين الشوتس موجودات في كعصاير، موجودات نعم في السوبر ماركت، موجود كمكمل اللي هو ككبسولات، ولكن احنا لازم نحط في الاعتبار ان بعض حتى الكركم بما ان احنا قلنا فيه فوائد كثيرة، من ضمن فوائده اصلا في الامراض المزمنة يقلل من مستويات السكر في الدم لمرضى السكري، فلازم ينتبهون للناس اللي ياخذون الكركم ان يقلل مستويات خفض الجلوكوز في الدم، وبالتالي هو ياخذ ادويه بعد يخفض من الجلوكوز ممكن يتعارض هالشيء ويسبب له هبوط في السكري، فلازم الواحد اللي ياخذ الكركم يستشير الدكتور طبعا على حسب الادويه اللي هو ياخذها. وايضا الناس اللي عندهم كوليسترول ايضا مفيد جدا للناس اللي عندهم كوليسترول انه يحفز ويقلل معدل الكوليسترول، يحفز الكبد للتخلص من الكوليسترول الضار، وبالتالي يقلل من الكوليسترول الضار في الجسم. للناس اللي ياخذون اسبرين اللي هو المميعات، يعني مميعات الدم، لازم بعد يحاسبون للكركم، لان الكركم ايضا من مضاد او مضاد تجلط الدم، فعشان كذي لازم يحاسبون. فوجوده في السوبر ماركت في كل مكان موجود، ممكن الواحد يستخدمه، ممكن يستخدمه بجميع الانواع وبجميع الطرق، بس اهم شيء يكون وجوده وناخذ احتياجنا اللي موجود، لانه زياده بعد يسبب ايضا تلبك معوي، يسبب امساك، يسبب اسهال حتى في بعض الناس، والناس اللي عندهم مشاكل في المرارة مثل ما قلنا احنا يحفز في افراز العصارة الصفراء، فاللي عندهم مشاكل في المرارة المفروض ان يبتعدون عنه. ولا ننسى الحوامل، خلهم بعيد من الكركم في فترة الحمل. نحن طبعا يعني شيء يعني نفس ما ذكرتي الأستاذة ثريا، دائما نحن ما نحب نفرط، ودائما نحن يعني ننوه ان شيء مهم لو كانت فيه أشياء لها فوائد كثيرة استشارة الطبيب مهمة جدا. أكيد طبعا. أستاذة ثريا نحن لو بنجلس ما نتكلم على الكركم ما بنخلص، بس قبل ما نحن قبل ما نخلص فقراتنا اليوم، لو تخبرين كلمة أخيرة وتخبرين نصيحة ممكن يستفيدون منها مستمعينا اليوم. طبعا مهم جدا التوازن، الغذاء المتوازن والطبق الصحي هم الاثنين اللي بيساهمون في تحسين صحة الفرد، وتنوع الطعام بيساهم في إمداد الجسم بجميع الاحتياجات اللي يحتاجها الجسم من العناصر الغذائية ومن الفيتامينات والمعادن. استشر الطبيب، لازم الواحد يستشير الطبيب قبل البدء في استخدام أي مكمل غذائي أو أي مكمل، ممكن أنه إذا كان هو يأخذ أدوية أو إذا كنت بتقطع دواء وبتستخدم أي منتج عشبي أو أي شيء، لازم تستشير الدكتور إذا كنت من الناس اللي عندك الأمراض المزمنة، وأيضا استشارية أخصائية التغذية في حالة إذا كنت بتتبع نظام غذائي وكنت بتضيف هاي الأشياء، على الأقل تعطيك الكميات اللي المفروض أنك أنت تتبعها في يومك الغذائي، وإن شاء الله يومكم سعيد. شكرا جزيلا للأستاذة ثريا عوض التميمي، نصائح يعني ما أقدر أقول لك شقايل ثمينة، وإن شاء الله الجميع بيستفيد منها. شكرا جزيلا أستاذتنا. العفو دكتورة. ناخذ فاصل قصير من بعد ما تحدثنا عن الكركم وبنرجع لكم إن شاء الله. صحة وسعادة. رجع لكم برنامجكم صحة وسعادة، تكلمنا قبل الفاصل عن الكركم، والحين بدنا نرجع لكم فقرة ثانية، فقرة يمكن تهم معظم الأولياء أو أولياء الأمور أو أي حد عنده طفل عزيز على قلبه. اليوم بنتكلم مع الدكتور محمد تريم الشامسي، اختصاصي الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة في دبي، عن السمنة عند الأطفال.
نتمنى أي حد إذا عنده أي مشاركة يتواصل معنا على رقم 6005514114 وعلى الرسائل النصية 4006. سمنة عند الأطفال مشكلة صحية حقيقية، يعني نحن لو نلاحظ في السنين اللي فاتت يعني في تنبيهات دائما نشوفها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في المنشورات وإلى آخره، أن صارت السمنة متكررة أو نسبها صارت ترتفع أكثر وأكثر. وليش هذه المشكلة عند الأطفال ممكن تؤدي لا سمح الله إذا استمرت إلى أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض مثل القلب وغيرها؟ لكن دائما في حل ودائما في علاج، وطريقة صحيحة هي نبتدي من الصغر أن نفهم أو نوعي أو في طرق معينة لتخليص الأطفال من السمنة. ولذلك اليوم الدكتور محمد تريم الشامسي اختصاصي الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة في دبي نستضيفه معانا عشان يحدثنا أكثر عن هالموضوع. صباح الخير دكتور. أصبح الله صباحكم. صباح الخير دكتور محمد، لو تخبرنا شوية أو تعطينا شوية أكثر عن نبذة شو يعني سمنة عند الأطفال. مفهوم السمنة يمكن شوية يختلف من الكبار للأطفال، فلو تحدثنا شوية شو يعني السمنة وكيف السمنة يكون أشكالها مختلفة عند الكبار والصغار. في السمنة في الأطفال يكون بالوزن، احنا نعتبره بالجروث تشارت، إذا كان فوق 95 من 100 من البرسنتال احنا نشخص الأطفال أنهم عندهم السمنة. والعلاج تقريبا شبه نفس البالغين، فيعتبر سمنة على أزمة على مستوى العالم ويحتاج العلاج مستوى الفردي، وقد يؤدي الفشل في التدخل مبكر في الأطفال إلى سمنة لدى البالغين والسكري والأمراض السكري وأمراض القلب وارتفاع الضغط وزيادة الكوليسترول في الدم وكذلك الأمراض النفسية والاجتماعية، وهم أكثر عرضة للتنمر. السمنة في الأطفال يعتبر من متعددة العوامل مثل السلوكيات، ممارسات ثقافية، التأثيرات البيئية، كل هذا العوامل يؤدي إلى توازن الطاقة المتضاربة. وسرعة زيادة الوزن فترة الطفولة ومرحلة ما قبل المدارس يزيد من خطورة السمنة لدى الأطفال والمراهقين. ويميل الأطفال الذين يعانون من السمنة بالفعل من سن 8 سنوات إلى إصابة بالسمنة أكثر حدة، بالإضافة إلى زيادة معدلات الإصابة بالأمراض والأمراض المزمنة مثل البالغين. فنفس ما حدثنا دكتور محمد ان في اشياء معينه لازم ممكن ننتبه عليها، خاصه الاطفال لما يعني لما الاهالي يودونهم مثلا للعيادات الدوريه عند طبيب الاطفال او حتى عند طبيب الرعايه الصحيه الاوليه، في جروث تشارت او نسميه مستوى النمو. اتوقع معظم الامهات عارفين هاي الورقه اللي تكون فيها النسب وش اللي يكون طالع وش اللي يكون نازل، ومن هناك لازم التدخل يكون مبكر، لأنه يعني نفس ما خبرتنا دكتور أن التدخل لازم يكون أسرع من قبل، ما لازم ننتظر الطفل مثلا يدخل المدرسة أو لا سمح الله دخول المدرسة يتعرض له من البداية إلى تنمر ومشاكل ولا آخره. فمن أحد الأشياء اللي ممكن السمنة تجيبها للطفل خلنا نقول بدائيا هي المشاكل النفسية، هل هذا الكلام صحيح دكتور؟ نعم، هم أكثر الناس لهم العرضة للمشاكل النفسية، لأن حتى كان في دراسة حتى للبالغين السمنة نفسه لهم ضعفين للأمراض النفسية نفس الكآبة. والأطفال في المدارس هم أكثر الناس اللي عندهم عرضة للتنمر، وبالعكس أنا أشوف كل ما استعيرته في التدخل المبكر في الرياضة والأكل الصحي هنا كل ما نبتعد من أمراض المزمنة.
دكتور شو يعني نحن سمعنا طبعا نفس ما تشوف ان اضراره يعني التدخل لازم يكون مبكر لان اضراره لا. جسيمه يعني سواء كانت من اضرار نفسيه او حتى في الكبر يكونوا معرضين الى امراض مزمنه وامراض مثل السكري وامراض القلب والكوليسترول. شو هو ممكن يكون التدخل المبكر؟ كيف يكون شكله؟ بما أن الأطفال يعني يمكن يستمتعون بأكل الأكلات المفضلة، فشو التدخل المبكر؟ كيف يكون شكله؟ إنزين، حتى قبل ما أتكلم عن التدخل المبكر لازم نتكلم أول شيء شو أسبابه؟ هل هي وراثية أم نمط غذائي غير سليم أم هناك أسباب أخرى؟ حتى أشرح بصورة أكثر أنا بقسم إلى ثلاث أقسام. أول شيء يكون الممارسات السلوكية في الأطفال وكذلك البالغين. أن العادات الغذائية السيئة التي تؤدي إلى زيادة تناول الطاقة بما في ذلك الأطعمة الغنية بالطاقة وأحجام الحصص الكبيرة والوجبات السريعة والمشروبات السكرية تلعب دور في الإصابة بالسمنة. الأطفال الذي يمارسون قليل من التمرين الرياضي أكثر عرضة للإصابة بالسمنة. وتزداد مخاطر السمنة عند الأطفال الذين يقضون وقتا أمام الشاشة مثل التلفزيون والألعاب الفيديو جيمز وكذلك الإنترنت أكثر من ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميا. وحتى قلة النوم لا علاقة بالسمنة لأن ظهرت بالدراسات الروائية وجود صلة بين قصر النوم ووقت النوم وتطور السمنة عند الرضع والأطفال وكذلك المراهقين. والأسباب الأخرى هي التأثيرات البيئية المجتمعية. أدت التطورات التكنولوجية إلى انخفاض النشاط البدني، بالإضافة إلى ذلك تتوفر الأطعمة الغنية بالطاقة والمشروبات عالية بالسكر وبسهولة حصول عليه في كل مكان المدارس وداخل المجتمع، وغالبا ما تكون أقل تكلفة من البدائل الصحية. وهل هناك عوامل طبية وعلاج الدوائي؟ نعم، هناك ممكن أسف كذا ننصح أولياء الأمور يبون أطفالهم عند الأخصائي الأطفال أم أخصائي طبيب الأسرة حتى يسوون تحاليل مثل تشمل مثل اضطرابات الغدد الصماء مثل القصور الغدة الدرقية اللي يسمونه خمول الغدة والمصطلح الطبي يسمونه الهايبوثايرويدزم ومتلازمة الكشل مثلا. وهناك أسباب أخرى بدون دخل تفاصيل ومثلا اذا كان استخدام اي ادويه معينه لفتره زمنيه طويله قد تؤدي الى اصابه بالسمنه. فدكتور شكرا على التوضيح ان في اسباب مختلفه للسمنه نفسها، فضروري جدا ان لما الاهالي ينتبهون ان مثلا الطفل يمكن يزيد وزنه أو في سرعة في زيادة الوزن، حتى مش بس إنه زايد وزنه أو إنه يصير في سرعة يعني في زيادة الوزن يمكن مبررة أو غير مبررة لجوء إلى الطبيب لإجراء الفحوصات. فلو نحن الحين ذكرنا الأسباب، خلنا نشوف شو طرق الحماية والوقاية اللي ممكن الأهالي يتبعونها أو حتى اللي يوصون عليها الأطباء. إن شاء الله حتى نتكلم عن كيفية العلاج السمنة أنا بقسم إلى ثلاث أقسام: الوقاية الأولية والوقاية الثانوية، وعقب بتكلم عن مناقشة المريض كيف نعالج السمنة. خلنا نتكلم عن الوقاية الأولية. أول شيء نبتدي يجب أن تبدأ الاستراتيجيات الوقائية في وقت مبكر من الحياة حيث يطلب علاج السمنة في جميع الأعمار وتمييل السمنة إلى استمراري حتى مرحلة البلوغ. وتقلل تدخلات النشاط البدني من مخاطر السمنة لدى الأطفال التي تتراوح أعمارهم من بين 6 و18 سنة. قد تكون تدخلات المتعلقة بالنشاط الغذائي والبدني مجتمع فعال في الأطفال التي تتراوح بين 6 ل18 سنة. إذا كان نتكلم عن الوقاية السنوية أنا بقسم إلى 3 أقسام. أول شيء على مستوى رعاية الطفل بالطبيب الأطفال يجب أن تكون مناقشة التغذية الصحية والنشاط البدني جزء من الإرشادات الاستباقية المقدمة في جميع زيارات رعاية الطفل. وتحتاج الاستراتيجية الصحة العامة إلى مزيد من التطور لتعزيز خيارات نمط الحياة الصحية للأطفال في المدارس مع امتدادها إلى المجتمع المحلي. يمكن أن تؤدي تدخلات النشاط البدني في المدرسة
والمجتمع كجزء من برنامج الوقاية من السمنة أو العلاج، إلى تحسين وظائف تنفيذية للأطفال الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن على وجه التحديد. وتحتاج المدارس إلى تقديم خيارات غذائية صحية، ويجب أن يحصل الأطفال على تربية بدنية يومية. بالإضافة إلى ذلك يجب توفير أماكن ممتعة وآمنة لممارسة الرياضة في المجتمع، ويجب تقييد الإعلان عن الأطعمة السريعة والأطعمة الغنية بالطاقة مباشرة للأطفال. والحين بتكلم كيف نعالج المريض نفسه يومينا زيارة المريض. أول شيء نقول تعديل نمط الحياة هي الخطوة الأولى في علاج السمنة. يعني يجب ننصح المريض بالحد في المشروبات التي تحتوي على سكر والأطعمة كثيفة الطاقة اللي يسمون إنرجي دن، والأطعمة السريعة، وتقليل من أحجام الحصى. ويجب إزالة المشروبات المحلاة بالسكر والأطعمة كثيفة الطاقة من المنزل، حيث تشجيع الوجبات العائلية وتناول الوجبات في أوقات منتظمة. ويجب أن يستهلك الأطفال الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، بما في ذلك بالفواكه والخضروات والحبوب والفول والعدس والبيض والمأكولات البحرية والمكسرات ومنتجات الألبان خالية من الدهون وقليل من الدسم، واللحوم خالية من الدهون. وننصح على الطفل والأهل أن ممارسة مثلا الرياضة لمدة 60 دقيقة على الأقل يوميا، وتقليل وقت الشاشة إلى أقل من ساعة واحدة يوميا، ومشاركة الأسرة أمر بالغ الأهمية النجاح في حفاظ على الوزن أو فقدان الوزن. ويجب فحص الطفل كل شهرين إلى 3 شهور لمراقبة أوزانها، وتقديم إرشادات إضافية حول تعديلات نمو نمط الحياة. وأنا أقترح شخصيا يكون للأهل الطفل يكون عندهم قياس وزن ذاتي باستخدام مقياس الجسم كل أسبوعين لمتابعة إذا هناك أي تقدم أم لا. وما أقترح حق الوالدين هو أن طفلهم ينظر إليهم كمثال، إذا تناولوا طعاما صحيا فسوف يكتسبون مثل هذا الدافع السلوكي، وحتى مزيد من الدوافع عندما يرى والديه يقومان بالنشاط البدني. وللبالغين أو الأطفال اهدف يعني في اليوم كامل يكون 80% طعام صحي و20% الأكل كل ما يحبه، أو تهدف إلى 70% الأكل الطعام الأكل الصحي و30% يأكل اللي هو يحبه. شيء جميل دكتور أنك أنت أعطيتنا هالاقتراحات وهالنصائح للأهالي، فهي أسلوب حياة في النهاية. يعني الأهالي والأطفال نفسهم إذا شافوا الأهالي يعني يأخذونهم كقدوة. وأيضا أنا بعد يعني إذا هو الموضوع خلنا نقول أن في البيت إذا شافوا الأم الوالد والوالدة يتبعون نظام صحي أو يشاركونهم في نظامهم الصحي. خاصة أنا يمكن في الفترة الأخيرة أشوفهم حتى أيضا في السوبر ماركتات الكبيرة ولا آخره، تشوف بعض الأهالي يوجهون الأطفال أن لا this is healthy وهذا مش healthy، خلنا نحن نشوف بديل آخر، يتجهون إلى هذا. فيعني ممكن حتى يعني طلوعهم أو فترة أن يقضون وقتهم كعائلة حتى في المراكز التجارية أو حتى في السوبر ماركتات ممكن يكون نفس ما نقول طريقة معينة إلى توجيه الأطفال من ناحية من هم صغار أن يأخذون بعين الاعتبار الأولويات أو الأهمية بأن في أطعمة معينة أو في سلوكيات معينة ممكن نستخدمها. دكتورنا لو مثلا أنت خبرتنا دكتورنا محمد أن إذا بالفعل إذا في حد توجه لكم وخبركم عن أن والله أنا عندي مشكلة طفلي كذا كذا، أو مثلا يواجه مشكلة
وشو الأشياء الأخرى غير أن اتخاذ خلنا نقول المقياس كل أسبوعين نوعا ما، أو شو الأشياء اللي ممكن حتى أيضا تنصح فيها الأهالي من ناحية مثلا الباكينج أوف ذا لانش بوكس، هاي نحن نبتدي فيها كل يوم الصبح مثلا مع الأطفال أن ينتظرون هاللانش بوكس اللي في المدرسة. انزين، يعني انا بالعكس انا ادعم اللانش بوكس، لان عاده يكون التجهيزات قبل المدرسه بيوم، يعني مثلا نحن نسميه بري ريتشوال، يكون قبل التجهيزات الوجبات قبل ما يثيرون المدرسه. وبالعكس والاختيار الاهل في الاكل الصحي بيكون أفضل من الاختيارات الأخرى مثلاً اللي يكون في المدارس. أنت ما تعرفين إذا كان فرايد ولا مقلات، فهذا الشيء اللي بيساعد يعني. جميل جدا، وأظني في علاقة مهمة أيضا أن الطفل خاصة يعني بما أن نحن رجعنا إلى المدارس وإلى الأطفال يعني يذهبون إلى المدارس، شيء جميل أن حتى أن الموضوع يكمل في المدارس، حتى نفس ما أنت خبرتنا دكتورنا عن شو النصائح اللي ممكن تخبرنا إذا في أحد من ناحية المدارس يسمع معنا من الحين سواء كانوا معلمات أو الآخره. لازم يكون بدأ الوجبات الصحية، توفير الوجبات الصحية للأطفال، ونحن نقول هل هلا في عيالكم بلهجتنا، نقول هل هلا في الأطفال، لأن هاي مش يوم يومين، هاي مدى البعيد. يعني إذا بدوا بالأكل النظيف حتى حفاظا على الوزن المثالي بيكون على المدى البعيد، إذا وهذا شيء متراكم. فإذا كان المدارس يعني الكانتينات ولا وقت البريك كل أكل مش صحي، هنا لهم الأطفال لهم العرضة إلى زيادة الوزن. ونفس الوقت إذا كان على مستوى المدارس أنا أنصح يكون هناك ثقافة تغذية ولياقة بدنية للأطفال، لأن هي مش محاضرة أو محاضرتها، هي استمرارية، يعني هي نحن نسميه consistency، يحتاج استثمارية، يحتاج ثقافة. وأنا أتمنى يعني يوم الأيام يكون هناك مثلاً ورشة، يعني هي تأخذ الورشة يمكن شهرين لثلاث تثقيف، يعني مثلاً نقول على مستوى الثانوية والإعدادي أو الثانوي يكون يعلمونهم كيف يحسبون السعرات الحرارية وكيف يختارون الاختيار الصحي، يعني إذا كان عندهم grid food versus fried food حتى من ناحية السعرات الحرارية مختلفة تماما. وإذا كان هناك ورشة بيكون شيء طيب. أكيد إحنا هذا بيكون جميل، وأتوقع جميع المدارس يعني هم يدخلون بطريقة أو أخرى مفهوم الهيلثي لايف ستايل، أو حتى الحصص البدنية اللي تكون في المدارس تتمحور على كيف أهمية الغذاء الصحيح والأيضا اللياقة البدنية مهمة جدا. دكتورنا قبل ما ننتهي في هذه الفقرة الشيقة، لو تعطينا نبذة قصيرة عن الموضوع وآخر نصائحك. أنا نبذة عن الموضوع، أنا دوم أقول ما في شيء ما له حل، كل شيء له حلول، والواحد أهم شيء يبدأ مهما كان. المهم نحن نقول start somewhere، يعني ابدأ من هنا، حتى لو ما قدرت كل يوم ابتدي 3 مرات في الأسبوع، يعني المهم يكون specific plan، الخطة تكون محددة. وشو الأوزان اللي نحن نتوقعها في نقصان الوزن إذا كان من 2 إلى 11، تقريبا يعني إذا هم بدوا بالhealthy lifestyle يعني تقريبا لا فقدان الوزن بما لا يتجاوز 0.45 كيلوغرام كل شهر من 2 إلى 11، وإذا بدأوا بالرياضة من سن 12 إلى 18 عام يكون الفقدان الوزن بحيث لا يتجاوز 0.6 كيلوغرام كل أسبوع. فإذا الشخص فعلا يبغى يخسر وزن، يعني إذا كان أسبوعيا عادي يخسر تقريبا كيلو أسبوعيا،
فإذا استهدف مثلا خلينا نقول شهر عادي يخسر لا يقارب 4 كيلو في الشهر. نعم دكتورنا، وخاصة أن نسبة الأيض عند الأطفال أسرع طبعا بكثير من الكبار. هم لهم فرصة في نقصان الوزن أحسن من الكبار، نعم لا شك منها من ذلك. دكتورنا دكتور محمد تريم الشامسي، اختصاصي الرعاية الصحية الأولية في الصحة في دبي، يسعدنا أنك أنت كنت معانا على الهواء المباشرة، أنك حدثنا عن السمنة عند الأطفال ومشاكلها الصحية. نشكرك جزيل الشكر. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير على هذا الدعوة الطيبة، يعطيكم الصحة والعافية. شكرا جزيلا دكتور محمد الشامسي. اليوم حلقتنا أو كانت الحلقة خلنا نقول الساعة اللي مضيناها مع مستمعينا، تحدثنا في وايد أشياء ممكن تهمنا، سواء كانت عن الكركم أو سواء كانت عن رائحة الفم أو سواء كانت عن السمنة عند الأطفال. كل هذه المحاور أو كل هذه الأخبار كانت لها أهمية، وخاصة في هالفترة. بس دائما نذكر للجميع أن نحن نبتدي من اليوم ونجدول أو نحط جدول أن نبتدي حتى لو بخطوات بسيطة، مرة مرتين في الأسبوع خلنا ناكل أكل صحي، خلنا نتوجه إلى الكركم، نشرب شوية من اللاتيه الكركم اللي حدثتنا أستاذة ثريا، وأن نبتعد عن إضافة المنكهات والسكريات للاتيه الكركم، من منها استفادة لنزول الوزن وأيضا سلامة البشرة وسلامة الأعضاء الداخلية. نشكركم جزيل الشكر على متابعتكم لنا اليوم الصبح، ونتمنى لكم أحلى وأحسن صحة وسعادة. كانت محدثتكم دكتورة سارة الدلال، وأشكر جميع اللي كانوا معانا من التنسيق والإعداد. التنسيق كان معانا الأخ أحمد سلامة، ومن الإخراج والخواسم شكرا جزيلا. وتشوفونا وتسمعونا إن شاء الله باكر نفس الموعد من الساعة 10 في برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة.